إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم. احنا نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف، كان في المجال العلمي المجال الفكري. وهذا يقودني إلى مسألة البحث العلمي اللي هو أمر هام جدا. حوار مع باحث، قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة. المعطيات استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي احنا جالسين نشتغل فيه حاليا. فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين. المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام أجل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع إلى حوار بحثي متجدد وبرنامج حوار مع باحث. في حلقة هذا الأسبوع من حوارنا البحثي سنقترب من المشروع البحثي الفائز بأفضل مشروع مشارك في هاكاثون صحار 2019 لأفضل الحلول المتعلقة بمختلف التحديات التي تواجه مختلف القطاعات. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من فكرة مشروع وهو عبارة عن قفل ذكي يحتوي على نظام تعقب وحساس يمنع هذا القفل فتح مختلف الحاويات التي تخرج من ميناء صحار من المنطقة الحرة تحديدا. سنتعرف على تفاصيل هذا المشروع بشكل أكثر وأكثر من خلال وجود الحارث بن محسن الرئيسي، وهو رئيس فريق إنترنت الأشياء للحلول اللوجستية، مهندس كهرباء وإلكترونيات. أهلا ومرحبا بك الحارث معنا في برنامج حوار مع باحث. حياك الله. أهلا بك الحارث. بداية نريد أن تطلعنا والمستمعين الكرام على الفكرة العامة لهذا المشروع البحثي الذي حصلتم من خلاله على المركز الأول في هاكاثون صحار 2019. الفكرة كان مضمونها صنع جهاز يتواكب مع احتياجات السوق الحالي وينقل لنا بعض المعلومات عن ما يحدث في المنطقة الحرة. نعم. والمنطقة والقطاع اللوجستي في عمان. فكانت الفكرة هي أن نصنع جهاز يضمن الشحنات الخارجة من الميناء إلى المنطقة الحرة ونمنع التلاعب في هذه الشحنات من خلال فتح الشحنات ومحاولة التلاعب في الأغراض الموجودة فيها. جميل. نعم. طيب حارث، يعني إيش هي المشكلة الرئيسية التي دفعتكم إلى ابتكار هذه الفكرة؟ المشكلة الرئيسية هي أن هذه المنطقة تم رفض مبلغ من الأشخاص الذين ينقلون الشحنات. نعم. اللي هي 5% من قيمة البضاعة، وهذا 5% قد تكون مبلغ كبير أن يدفع التاجر. فإحنا ما بغينا يدفع هذا 5% اللي هي الضمان أن توصل الشحنة دون التلاعب فيها. ونفس الشيء إجراءات تخليص الجمارك وتخليص وإرجاع المبلغ تأخذ فترة، فإحنا ما بغينا هذا الإجراء يتم. فمن كذا إحنا بغينا نخلي التكنولوجيا هي تكون الضمان. جميل. اللي يستوفي الشرط أنه ما يفتح الشحن ما تفتح الشحنة. نعم. إذن الطريق من ميناء صحار والمنطقة الحرة مفصول بطريق عام كما هو معلوم، فانتقال. نعم. الشحنات وبالأخص الحاويات يعتبر وفقا لهذه المشكلة بأنه غير آمن وفعال. الجمارك في الوقت الحالي أيضا تفرض مبلغ رسوم من مبلغ البضاعة كضمان حماية للحاويات من الفتح وتأخر وصولها إلى المنطقة الحرة. المورد يعاني من المبالغ المجمدة وإجراء استعادتها الطويلة، لذلك جاءت هذه الفكرة من قبلكم. نعم بالضبط. طيب الآن يعني ما هي مكونات هذا القفل؟
مكونات القفل هي عبارة عن جي بي اس موجود عليه اللي هو جهاز تعقب المكاني. نفس الشيء في حساس القفل, حساس للقفل اللي هو يعني جهاز ممكن يعطيك حالة القفل في أي وقت أنت تحتاجه. نفس الشيء موقعه في الخريطة, ونفس الشيء هو الجهاز متواجد بشكل من الأشكال, ولكن احنا الإضافة اللي أضفناها انه يشتغل على خدمة الإنترنت. فهذه الإضافة اللي بتوفر لنا البطارية اللي ممكن تتم إلى شهور. نفس الشيء يعني اللايف ستريم اللي هو يعني التعقب بشكل حي. جميل. طيب الآن الحارث, يعني ما هي الآلية التي سيتم من خلالها تفعيل وتشغيل هذا القفل؟ احنا تم التعاون مع بعض الشركات ان احنا ممكن, احنا اساس الفكرة ان نجمع معلومات عن القطاع اللوجستي في عمان ونحاول ننظمه عن طريق اعطاء بعض المعلومات للقطاعات, للاشخاص ولا للجهات اللي تحتاج هذه المعلومات. مثلا عندنا احنا قطاع الشرطة اللي مختصين في الموضوع اللي هم الجمارك مثلا, نعطيهم بعض المعلومات اللي هم يحتاجوها. مثلا متى ستوصل هذه الشحنة, احنا ممكن نعطيهم هذه المعلومة. مثلا قطاع اللي هو النقل والاتصالات يحتاجون يعرفون هذه الشوارع كم بعد كم فترة يحتاج يسوي لها صيانة. معي؟ نعم. فهذا شيء. ونفس الشيء عندك قطاع مثلا الانشورنس اللي هو قطاعات التأمين. التأمين ممكن يعرف ان هذه الشركات اللي تنقل هذه البضائع تنقلهم بأمان, ولها أكثر من مثلا 20,000 زيارة من الميناء إلى المنطقة الحرة دون التلاعب. فإذا جاء هذا الشخص يبغى يأمن على الشحنة ماله يكون يعني مثل ما تقول يعني جذاب لهم أن هذا الشخص يعني من الميناء إلى هذا بدون أي خطورة. فممكن الميناء, ممكن شركات التأمين يعني تقلل بعض الأسعار, تعدل الأسعار على حسب الشركات اللي تقوم بالتوصيل بشكل أو بكفاءة عالية. نعم. طيب الآن هل تم تجربة القفل وأثبت نجاحه وفعاليته حارث؟ حقيقة احنا شغلناه في نفس اليوم اللي شاركنا فيه. نعم. يعني ثالث يوم احنا شغلناه هناك ورويناهم ان ممكن احنا نتعقب نفس الشيء القفل عن طريق الانترنت, وشغلناه هناك على انه تجربة وممكن يكون في السوق بعد تعديلات بسيطة. نعم. جميل. الآن طيب حارث, يعني كيف من الممكن تحويل هذه الفكرة إلى مشروع؟ مشروع يعني من الممكن تسويقه حتى تجاريا؟ حقيقة الليلة الماضية تواصل معي أحد التجار الذين كانوا متواجدين في المسابقة. جميل. وخبرني عن كيفية نقل هذه الفكرة إلى السوق. نعم. وهل هو ممكن يكون في أي سوق؟ وأنا من الناحية التقنية أعرف أنه ممكن يكون حتى بعد أسبوع ينزل السوق ويكون له رواج. فالفكرة تجارية بحتة. نعم. وممكن تكون في السوق وممكن تجذب يعني كثير من المستثمرين, لأن يعني قيمتها في قيمة المعلومات اللي بتعطينا, والمعلومات شيء رهيب وممكن يكون سعره يعني غير مقيم برقم معين. نعم. طيب يعني كيف وجدت أجواء المنافسة في هاكاثون صحار, وكيف أتاحت الفرصة لكم لابتكار هذه الفكرة الرائدة؟ صراحة كانت المنافسة قوية جدا. في ثلاثة أيام هناك بعض الأفرقة اللي أنتجت اللي هو الموقع في الشبكة الإلكترونية. نعم. أنتجت تطبيقات في التليفون, فكان الشغل قوي, ويعني حتى كنا نشوف ان الناس كانت تشتغل ليل ونهار. يعني في بعض الفرق لم تنم ثلاثة ايام كانت مواصلة.
الإنتاج كان رهيب وكان يعني بقوة عالمية يعني. جميل. طيب الآن ما هي الأفكار المستقبلية لتطوير هذا المشروع بطريقة تضمن وجودك منتج تجاري وتوسيعه بشكل أكبر؟ أستأذنك حارث بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف مع كل المستمعين الكرام إلى فاصل قصير، ثم نعود بعده لاستكمال هذا الحوار. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل بإمكانكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس البحث العلمي عبر @trc_oman في تويتر، فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام، ولمن يريد سماع مختلف حواراتنا وحلقاتنا. حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي نخصصها للاقتراب من المشروع الفائز بالمركز الأول في هاكاثون صحار 2019، وهو عبارة عن قفل ذكي يحتوي على نظام تعقب وحساس يمنع هذا القفل وجود أي إشكاليات قد تعتري الحاويات وهي تخرج من ميناء صحار إلى مختلف أماكنها. باسمكم مجددا المستمعين الكرام نرحب برئيس فريق إنترنت الأشياء للحلول اللوجستية، وهو رئيس الفريق أيضا البحثي الذي فاز بهذه الفكرة، الحارث بن محسن الرئيسي. أهلا بك الحارث مجددا. مرحبا. كنا نتساءل قبل الفاصل حول الآليات التطويرية مستقبلا لهذا المشروع. الفكرة أن احنا نتطرق أكثر إلى المعلومات وطريقة تحليلها لتناسب القطاعات الموجودة في عمان التي تختص باللوجستية بشكل عام، وكيفية إنتاج معلومات دقيقة مأخوذة من حساسات موجودة في الطبيعة. يعني هذه الأشياء ممكن توفر لنا أكثر من 20 سنة من البحوث والعينات وهذه الأشياء. فتخيل أنت إذا كان كل الشحنات الخارجة من هذه المنطقة إلى المنطقة اللي هي منطقة الميناء إلى المنطقة الحرة كلها تم تعقبها، تخيل كمية المعلومات اللي ممكن ناخذها في شهر واحد. وكثر المعلومات، يعني احنا نقول المعلومات هي أساس كل تطوير، فإذا توفرت المعلومات يعني دقيقة في أي مجال، هذا المجال يعني ممكن يتطور يعني في 10 دقائق أكثر من ما تطور في 20 سنة قبل. المعلومات ممكن تعطيك صورة حية عن ماذا يحدث في الشوارع هذه، وكيف طريقة انتقال هذه الشاحنات، وهل ممكن نزيد كفاءة يعني ما تجي إلا إذا كان في يعني معلومات دقيقة عن ماذا يحصل عشان تعرف وين تتجه، في وش تتجه. صحيح، نعم. إذن الفكرة هي جمع المعلومات بين منطقة الميناء والمنطقة الحرة في الصحار، أصبح أمرا ضروريا حارث لدراسة تحرك الشحنات لشركة التأمين مثلا. إذا كانت الشركة لوجستية تحتاج تأمين على بضاعتها، ممكن أنتم توفروا هذه المعلومات عن كفاءة شركة النقل وعدد المعاملات الناجحة للشركة، فبذلك من الممكن عرض شركة التأمين لأسعار استثنائية لنسبة الخطورة المتدنية مثلا، فأنتم ستشكلون كنز معلومات لمختلف شركات التأمين وللموردين أيضا. نعم إن شاء الله. نحن نرجو لكم كل التوفيق الحارث إن شاء الله في هذه الفكرة، ونراها عما قريب منتجا تجاريا يسوق في مختلف الأسواق. شكرا لك الحارث بن محسن الرئيسي، رئيس فريق إنترنت الأشياء للحلول اللوجستية ومهندس كهرباء وإلكترونيات، وفريقكم الفائز بالمركز الأول في هاكاثون صحار 2019. شكرا لك حارث وبالتوفيق إن شاء الله. أحسنتم على الاستضافة. شكرا لك. إذن مستمعين الكرام، كان ذلكم حوارنا لهذا الأسبوع من برنامجنا حوار مع باحث، اقتربنا من خلاله عن جهاز عبارة عن قفل ذكي
يحتوي على نظام تعقب وحساس يمنع هذا القفل وجود أي إشكاليات قد تعترض الحاويات وهي تخرج من ميناء الصحار والمنطقة الحرة بصحار إلى مختلف الموردين. شكرا لكم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء متجدد. إلى اللقاء. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.